برعاية كريمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تنطلق النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 خلال هذا الأسبوع. وفي هذا الإطار قام سعادة المهندس عاصم عبد اللطيف وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بزيارة تفقدية لموقع المعرض في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة للإطلاع على الاستعدادات النهائية لإقامة معرض مراعي 2024. وخلال الجولة تم الإطلاع على الفعاليات التي سيتم تنظيمها هذا العام، وهي المعرض الحيواني والذي يضم معرضا للخيل والإبل والحيوانات والطيور والمعرض الزراعي والذي يحتوي على معرض شؤون البلديات والزراعة البلديات الزراعي وسوق المزارعين والعروض والركن الخاص بالفنون والثقافة إلى جانب العروض الترفيهية المختلفة. احنا سعيدين ان ناخذكم في جولة ميدانية للتعرف على الاستعدادات لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني الذي سيقام إن شاء الله تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. المعرض يعتبر من المعارض المميزة واللي يعتبر الحدث الأبرز لدعم المزارعين والمربين في مملكة البحرين. المعرض يشمل عروض كثيرة، عندنا عروض لرعاة البقر وعروض للقطط والحيوانات الأليفة، وهناك معرض خاص للتمور لأول مرة في النسخة السابعة، في مشاركات من دول مجلس التعاون بيكونوا مشاركين، وعندنا هناك عروض للخيول العربية والبحرينية، ودائما نقول احنا هناك في مفاجآت كبيرة في المعرض في النسخة السابعة ان شاء الله.